كواليس توقيتها الزمني 9 دقائق 16 ثانية 30 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس رشيد بن حمد بن سليمان الجبري. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وبه نستعين، ومنك يا ربنا دائما طلب السداد والتوفيق والنجاح. متابعينا الكرام، من هنا من على أرضية هذا الميدان، ميدان التحدي لسباقات الهجن العربية الأصيلة، ميدان الشحانية، أحييكم وأرحب بحضراتكم في هذا الصباح، صباح يوم الأربعاء 15 من ديسمبر لعام 2021 للميلاد. وفي هذا اليوم الذي نشهد فيه تحديات وانطلاقات سن الإجذاع، سن الإبداع وسن الإمتاع، ضمن تحديات وانطلاقات هذا المهرجان، مهرجان المؤسس طيب الله ثراه وأسكنه فسيح جناته على بركة الله، أعلنت بداية وانطلاقة شوطنا العاشر في هذا الصباح. ولفئة القعدان ومسافتنا هي 6 كيلومترات، هي الرحلة المصاحبة لأحداث ووقائع هذه الأشواط وجائزة هذا الشوط. سيارة شفرليس الفرادو بيكاب رصد للفائز بالمركز الأول في هذا الشوط. نبحر إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول، يتقدم هياض مع المركز الأول لمحمد بن حمد بن ناصر الحفيظ المري مع مقدمة هذا الشوط ومع المركز الأول. المركز الثاني القدوم والوصول في هذه اللحظات، القادم مع المركز الثاني عز الجيش لسالم بن فهيد بن براك بن فهيد، من يتقدم من الجانب الأيمن. والمركز الثالث القدوم والوصول في هذه اللحظات من الطاير مبارك بن سعيد بن هدوب بن محمد الوهيبي المتقدم مع ثالث الأسماء. والمركز الرابع يتقدم جزل لتوين بن حمد بن تويم البحيح المري مع المركز الرابع. وخامس المراكز يصل شعار بالكيلة قادم مع المركز الخامس مع تقدم الطياري لمحمد بن سعيد بن محمد بالكيلة العامري، هو المتقدم مع خامس الأسماء. إذا متابعينا الكرام، النداء الأول للمراكز المتقدمة أتممناه على مسامعكم، النداء الأول للمراكز الأهم والأبرز والأخطر في هذا الشوط. نعود إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، إلى شعار الزبداني المتقدم والمتسلل مع أمور الصدارة ومع المركز الأول. تقدم وانطلق واستلم زمام الأمور مبكرا مع تقدم شعاره وانطلاقة عز الجيش مع المركز الأول، هو المتقدم والقائد لمسيرة هذا الشوط. سالم بن فهيد بن براك بن فهيد الزبداني مع المركز الأول يقدم لنا عز الجيش مع المركز الأول ومع الصدارة. المركز الثاني القادم الطاير مع ثاني الأسماء مبارك بن سعيد بن هدوب الوهيبي يتقدم مع المركز الثاني مع انطلاقة الطاير. والمركز الثالث وصل شعار بن عنزام في هذه اللحظات ليتقدم مع انطلاقة عز مع المركز الثالث. سالم بن عنزام بن خاتم العنزان النعيمي هو المنطلق مع المركز الثالث بالكيلة قادم مع المركز الرابع. محمد بن سعيد بالكيلة العامري يتقدم مع المركز الرابع، ولكن القدوم والوصول من قبل شعار الشنجل من يقدم لنا الفائز في اول ظهور له واول نداء في هذه اللحظات مع المركز الخامس لمحمد بن ناصر بن محمد بن ناصر. الشنجل يتقدم مع المركز الخامس، ولكن لنا عوده مع الصداره وامورها. يا سلام يا سلام، تقدم عز الجيش مع المركز الاول، انطلق مع صدارته هذا الشوط. سالم بن فهد بن براك يتقدم مع المركز الأول يقدم لنا انطلاقة عز الجيش مع صدارة هذا الشوط، ومع المركز الأمامي يقود المسيرة لينطلق مع المركز الأول بحثا عن الانتصار، بحثا عن السيارة التي رصدت للفائز بالمركز الأول. المركز الثاني أرى الأسماء القادمة، وصل عز مع المركز الثاني، سالم بن عنزام
حزام بن خاتم النعيمي، والمركز الثالث القدوم والوصول من الطياري لمحمد بن سعيد بن محمد بالكيلة العامري، والأسماء والشعارات القادمة أتابع أتابع الوصول من قبل شعار بطشان، هو القادم مع المركز الرابع بطشان بن صالح المحامض من يحتل المركز الرابع، وأيضا القادم بكل قوة هذا جزل لتويم بن حمد بن تويم البحيح المري قادم مع المركز الخامس، والأسماء والشعارات قادمة كوكبة من الأسماء كوكبة من النجوم قادمين لا محالة. ولكن نعود إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول، يا سلام عز الجيش مع المركز الأول، عز الجيش مع الصدارة الأولى يتقدم بن براك مع المركز الأول مع انطلاقة شعاره المتميز مع صدارة هذا الشوط. سالم بن فهد بن براك الزبداني يتقدم مع صدارة هذا الشوط، يحكم القبضة بكل ما أوتي من قوة ليقدم لنا عز الجيش في المسار الصحيح مع مقدمة الشوط. ولكن الخطورة من قبل شعار بن عنزان من يقدم لنا عز مع المركز الثاني، سالم بن عنزان بن خاتم النعيمي هو القادم، وبن حفيظ قادم مع هياض محمد بن حمد بن ناصر، بن حفيظ المري قادم مع المركز الثالث، وأيضا الوصول والقدوم وصل مروح في هذه اللحظات القروعي محمد بن سعيد بن علي الجربوعي المري يتقدم مع رابع الأسماء، ينطلق شعار الدهن في هذه اللحظات. المركز الخامس الطياري لمحمد بن سعيد بن محمد بالكيلة العامري. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى صدارة الشوط، عز الجيش مع المركز الأول، عز الجيش مع الصدارة يتقدم منذ البداية إلى هذه اللحظات بلا أوامر بلا تعليمات، عروض تلقائية مع المركز الأول. أقبلنا على مسافة ثوران الأعصاب، الكيلو متري الأخير، الكيلو الخطير والمثير، ينطلق عز الجيش، يتصدر عز الجيش. الله 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 الله، القادم عز مع المركز الثاني وشعار الدهن قادم، والقادم بكل قوة هذا اللي وصل نبراس، وصل في هذه اللحظات سعيد بن محمد بن عبد الله بالحب العامري قادم مع المركز الثالث، وأيضا شعار بن طفلة قادم مع المركز الرابع، يقدم لنا مبلش عامر بن علي بن عامر الفهيد المري يتقدم مع المركز الثالث، الطياري عاد مع بالكيلة وشعار الدهن قادم، ولكن بالحب غير انطلق إلى المركز الأول، تسلل إلى مقدمة الشوط، يقدم نبراس 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 مع المركز الأول، بن طفلة قادم مع مبلش بالكيلة مع الطياري. يا سلام يا سلام، الله الله الله، تقدم نبراس، والخطورة في هذه اللحظات من قبل الطياري، أبناء العين يتنافسون مع المراكز الأمامية، تسلل الطياري انطلق إلى المركز الأول، محمد بن سعيد بالكيلة العامري العامري عمار يا العامري عمار. التهاني والتبريكات لمالك الطياري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار، تهانينا لأبناء الطوية على هذا الإنجاز وعلى هذا الإعجاز، تهانينا يا بالكيلة على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. المركز الثاني وصل نبراس لسعيد بن محمد بن عبد الله بالحب العامري، والمركز الثالث وصل مع ثالث المراكز مروح لمحمد بن سعيد بن علي الجربوعي المري، والمركز الرابع وصل هياض لمحمد بن حمد بن ناصر الحفيظ المري، والمركز الخامس وصل مع خامس المراكز مبلش عامر بن علي بن عامر الفهيدة المري. نعود بالتهاني والتبريكات لمالك الطياري الحاصل على سيارة هذا الشوط، تهانينا والف مبروك لمحمد بن سعيد بن محمد بالكيل العامري على فوز الطياري وحصوله بالمركز الأول. 9:14 18 جزء من الثانية توقيت الطياري صاحب المركز الأول في هذا الشوط. المركز الثاني وصل نبراس لسعيد بن محمد بن عبد الله بالحب العامري، من قدم لنا نبراس مع المركز الثاني. 9:14 68 جزء من الثانية توقيت صاحب المركز الثاني والمركز الثالث من نصيب في هذه اللحظات من احتل المركز الثالث.
المركز الثالث مروح لمحمد بن سعيد بن علي الجربوعي المري 9 دقائق 16 ثانية 16 جزء من الثانية توقيت صاحب المركز الثالث في هذا الشوط. نعود بالتهاني والتبريكات للحاصل على سيارة في هذا الشوط الطياري لمحمد بن سعيد بن محمد بالكيلة العامري. تهاني.